المشهد الانتخابي اللي احنا يعني حضرنا امبارح وحضرنا النهارده بنتابعه، الحقيقه انا ارى ان العمليه الانتخابيه بتسير بطريقه طبيعيه وجيده، مفيش عراقيل، وان هذا المشهد هو نتاج اعداد جيد من الهيئه الوطنيه للانتخابات، طبعا بالتعاون مع الشرطة ومع كافة الجهات. احنا دورنا ايه؟ اولا بالنسبة لينا احنا في الحزب وبطبيعتنا نضرب ان الحقيقة ان العملية من ناحية التنافسية هي جيدة، يعني احنا ضد الرأي يقول لك لا ده انعدام تنافسية. للأسف من طرح هذه العبارة يجهل أثرها السلبي جدا. لا، في تنافسية فعلا، الأبواب مفتوحة، لا توجد عراقيل، الناخبين بيؤدوا حقهم وواجبهم الدستوري في الاختيار، لا يوجد أي تدخل. رسالتي اللي قلتها قبل أول يوم وأقولها النهارده وأقولها بكره، الحرص على المشاركة وعلى الإدلاء بالصوت. والحقيقه المسألة مش إدلاء صوت فقط، لا، هو حسن الاختيار وإدراك ما سيترتب على هذا الاختيار بالنسبة لمستقبل مصر في الست سنوات المقبلة، الذي نحتاج فيه إلى رؤية جديدة ومنهج جديد في حل المشاكل. وهذه بلدنا كلنا نسعى لإنقاذها، وهي تستحق منا أن نبذل كل جهد من أجل ذلك.